السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن مهلبيه التمر لتسمين الاطفال الرضع. كتير من الامهات بيشتكوا ان اطفالهم وزنهم قليل، ما بيزيدوش في الوزن كويس، وبيعانوا من النحافه، وبيبقوا عايزين وجبات مخصوص للاطفال دول. عملنا سلسله كبيره من الوجبات المخصصة لزيادة وزن الأطفال الرضع وتسمين الأطفال وعلاج النحافة. فيديو النهاردة أحد هذه الوجبات الممتازة جدا في تسمين الأطفال الرضع، وكمان بتزود صحة الطفل ومناعته لأنها بتغذي الطفل بشكل كويس جدا. وهيبقى معانا النهاردة قناة بنت سورية هتحضر لنا مهلبية التمر بشكل عملي. لو عاوزين تعرفوا كل حاجة عن الموضوع ده تابعوا معانا الفيديو للآخر. في البداية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. مهلبية التمر أكلة طعمها محبب جدا للأطفال الرضع لأن قوامها لين سهلة البلع بالنسبة للأطفال، وكمان طعمها مسكر علشان وجود التمر، وده بيبقى محبب جدا للأطفال. كمان مهلبية التمر بنحطها في التلاجة شوية وبتتقدم للطفل باردة، فبتخفف من آلام التسنين عند الرضع في مرحلة التسنين، وكمان بتبقى وجبة كويسة جدا في أوقات الحر خاصة في الصيف. والوجبة دي مميزة جدا جدا في تسمين الأطفال الرضع أو زيادة وزنهم لو احنا اديناها للأطفال بشكل متكرر، لأن الوجبة دي بنحط فيها الحليب وبنحط معاها التمر، والتمر معروف ان سعراته الحرارية عالية جدا. يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان 100 جرام من التمر بيبقى فيه تقريبا 280 سعر حراري، وده رقم كبير جدا. كمان وجبة النهاردة بنحط معاها النشا، والنشا برضو من الحاجات اللي سعراتها الحرارية عالية. 100 جرام من النشا تقريبا فيه 380 سعر حراري. يبقى عندنا في وجبة النهاردة الحليب، وعندنا التمر بسعراته الحرارية العالية، وعندنا النشا بسعراتها الحرارية العالية، فبتبقى وجبة سعراتها الحرارية عالية جدا. لو اديناها للأطفال بشكل متكرر نقدر من خلالها نزود وزن الطفل. يبقى دي الفايدة الأولانية لوجبة النهاردة، تسمين الأطفال الرضع أو زيادة وزن الأطفال الرضع اللي بيعانوا من النحافة. وهأكد على النقطة دي تاني لأن كل مرة بقولها، أنا لما بتكلم على وجبة لزيادة وزن الأطفال الرضع أنا بتكلم على الأطفال اللي بيعانوا من النحافة، لكن لو الطفل طبيعي ووزنه كويس مفيش داعي ان احنا ندي الوجبة بتكرار كبير علشان ما ندخلش الطفل في السمنة. احنا بندي الوجبات دي بشكل متكرر للاطفال اللي بيعانوا من النحافة علشان نزود وزنهم، لكن في حالة الطفل كان وزنه طبيعي يبقى احنا بندي الوجبات دي بكميات عادية خالص او بكميات معقولة علشان بس ناخد القيمة الغذائية المفيدة جدا اللي موجودة في الوجبة دي. يبقى اول حاجة نستخدمها لتسمين الاطفال الرضع، وفي الحالة دي افضل ان احنا ندي المهلبية بالتمر على الاقل مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، وهندي الكمية على حسب حاجة الطفل. الفايدة التانية لمهلبية التمر انها بتقوي عظام الطفل واسنانه، وده لانها غنية جدا بالكالسيوم علشان وجود الحليب وعلشان وجود التمر كمان. الحليب غني بالكالسيوم وفيتامين د، والتمر غني بالكالسيوم، وبالشكل ده هنقوي عظام الطفل واسنانه وهنعزز التطور الحركي للطفل. الحاجة التالتة، التمر غني جدا بالحديد علشان كده نقدر نستخدم المهلبية دي في الوقاية والعلاج من حالات الأنيميا وفقر الدم عند الرضع والأطفال. وهنا في نقطة مهمة قلتها قبل كده وهأكد عليها تاني، وجود الكالسيوم مع الحديد في الطعام في الأكل في وقت واحد ما بيأثرش على امتصاص الكالسيوم ولا امتصاص الحديد، طالما ده كان من مصدر طبيعي كان من الأكل ما بيأثروش على امتصاص بعض، والجسم بيعرف يتعامل مع الاثنين ويمتص الاثنين بشكل كويس جدا. لكن في تعارض ما بين الحديد والكالسيوم الموجود في الأدوية، يعني الطفل لو بياخد دواء فيه حديد ما ينفعش أدي دواء تاني فيه كالسيوم. في الحالة دي احنا بندي كميات كبيرة جدا جدا من الحديد وكميات كبيرة جدا من الكالسيوم. الأدوية خدوا بالكم بتبقى تركيزاتها عالية جدا، غير الطعام التركيزات ما بتبقاش عالية فيه، علشان كده التعارض في الامتصاص ما بين الحديد والكالسيوم بيحصل مع الأدوية لكن ما بيحصلش مع الأكل. يعني الطفل لو كل أكلة طبيعية فيها كالسيوم وفيها حديد زي الحليب بالتمر غني بالكالسيوم وغني بالحديد، في الحالة دي الجسم بيعرف يمتص الاثنين وما بيأثروش على امتصاص بعض طالما ده كان من الأكل وكان من مصدر طبيعي. دي نقطة مهمة لازم أأكد عليها.
الفايدة الثالثة من فوائد مهلبية التمر إنها بتقوي مناعة الأطفال، وده لأنها غنية بالبروتينات عالية القيمة اللي موجودة في الحليب، وكمان غنية بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللي بتخش بشكل أساسي في عمل جهاز المناعة زي فيتامين سي وفيتامين ألف وفيتامين ب مركب، وكمان المعادن المهمة جدا للمناعة زي الزنك وزي السيلينيوم. الفايدة الرابعة لوجبة النهاردة إن التمر غني جدا بعنصر الفوسفور، وده بيساعد بشكل كبير على نمو المخ عند الأطفال الرضع وتطور القدرات العقلية عندهم بشكل كبير جدا. الفايدة الخامسة، التمر غني جدا بعنصر البوتاسيوم، وده بيحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية للطفل، وبيحافظ على انتظام ضربات القلب وبيقوي عضلات الطفل. الفايدة السادسة، التمر غني جدا بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة هنا بتحمي خلايا الجسم من التلف وبتحمي من الإصابة من السرطان، وكمان بتقوي مناعة الجسم وبتقلل كتير من معدل إصابة الطفل بالأمراض. الفايدة السابعة، التمر غني جدا بالألياف الغذائية، وده مهم لأنه بيحفز حركة الأمعاء وبيسهل كتير من عملية الإخراج عند الأطفال، يعني بيعالج الإمساك عند الأطفال الرضع. وبالشكل ده ومن خلال الفوائد الكتيرة جدا نقدر نستخدم الوجبة دي بشكل صحي وكويس جدا لكل الأطفال الرضع. لو كنا هنديها للطفل علشان القيمة الغذائية وكان الطفل ده وزنه كويس، نقدر نديها للطفل مرة واحدة في الأسبوع. لو الطفل ده بيعاني من النحافة وعاوزين نزود وزنه، نقدر نديها للطفل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وهندي للطفل الكمية حسب حاجته. ضروري جدا إن أنا أقول إن الوجبة دي بنحضرها بالحليب البقري، علشان كده هي مخصصة لتسمين الأطفال اللي عمرهم أكبر من سنة. في حالة إن إحنا عاوزين ندي الوجبة دي للأطفال الرضع اللي عمرهم أقل من سنة، يبقى نقدر نديه لكن مع الأطفال اللي بيرضعوا حليب صناعي، فنقدر نحضر المهلبية دي بالحليب الصناعي المخصص للطفل الرضيع، لكن هندي الوجبة دي من بعد عمر 6 شهور. وعلى فكرة ينفع نحط الحليب الصناعي على النار ونعمل منه المهلبية. ناس كتير سألتني السؤال ده، هل الحليب الصناعي ينفع يتحط على النار ما يبقاش فيه ضرر؟ أيوة ينفع يتحط على النار مفيش منه ضرر خالص، وتقدر تحضري المهلبية لو كان الطفل بيرضع حليب صناعي، تقدر تحضريه بالحليب الصناعي رقم 2 المخصص للطفل ده بنفس الخطوات اللي بنحضر بيها الوجبة بالحليب البقري. لو الطفل ده بيرضع طبيعي يبقى ما تديلوش الوجبة دي غير بعد عمر سنة، وساعتها تقدر تحضريها باللبن البقري عادي جدا. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن فوائد وجبة النهاردة للأطفال الرضع. أسيبكم دلوقتي مع قناة بنت سورية علشان تحضر لكم وجبة النهاردة بشكل عملي. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، ورمضان مبارك على الجميع يا رب. اليوم رح نحضر مهلبية التمر. نحتاج 5 كوب من الحليب، وكوب من التمر منزوع النواة، وأنا عيّت الحليب بنفس هذا الكوب، يعني كل 5 كوب حليب بيحتاجوا لكوب تمر. بنحط نص الحليب هون وبنحط النص الثاني مع التمر وبنهرسهم بالخلاط كتير منيح. نطحنه حتى ينعم كتير منيح، وبعدين بنصفيه حتى نتخلص من كل الشوائب اللي طلعت من التمر. بنخلطه منيح، وهلأ بنضيف نشا، 5 ملاعق نشا لكل كوب حليب، بنحتاج ملعقة نشا. وبنحط ملعقة صغيرة فانيليا للنكهة، بس مو هلأ، بنحط آخر شيء ما بيستوي. نطبخها على نار هادية حتى يتقل القوام، لحتى يصير بهالشكل. بنسكبها فورا بكاسات تقديم او زبادي. انا زينتها بالجوز والفستق الحلبي، وهلا بنحطها بالبراد حتى تبرد، وان شاء الله يا رب تنال رضاكم وتعجبكم، ولا تنسوني من دعائكم، ورمضان مبارك على الجميع يا رب. الله يعيده على الجميع بالخير والأمان. وباي باي غوالي.
بنشكر جدا قناة بنت سورية على تعاونها معانا وتحضير وجبة النهاردة. وقناة بنت سورية قناة موجودة على يوتيوب مخصصة للطبخ، عليها محتوى مميز جدا. بدعو حضراتكم جميعا للاشتراك في قناة بنت سورية، هتلاقوا لينك القناة موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. ان شاء الله لسه مكملين في سلسلة تغذية الاطفال الرضع. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.